السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ معكم ليلى محسن، معلمة اللغة العربية من راس الجينيوس. اليوم يا أصدقائي هنتحدث سويا عن الدرس الأول، وهو بعنوان أتسوق مع أسرتي، وهي قصة استماع. لذلك يا أصدقائي أريد منكم أن تستمعوا فقط، استمعوا جيدا لما يقال. هيا بنا استمعوا يا شطار. أتسوق مع أسرتي. ذهبت مع أبي وأمي وأختي إلى السوق. انفتح الباب واخترنا عربة وبدأنا جولة التسوق. اخترنا الخس، اخترنا البرتقال، اخترنا الموز، اخترنا الجزر، واختار أبي الجبن، واختارت أمي الحليب. كان أبي يمسك ورقة وقلما ويشطب في كل مرة سطرا. قلت: ما رأيك بهذه المشروبات الغازية يا أبي؟ قال: إنها غير موجودة في القائمة. أحضر كيسا من الأرز وبعضا من الخبز. وضعنا كل شيء في الأكياس ودفعنا الثمن، ثم غادرنا ونحن نلقي التحية على المحاسب. تمام يا شطور، كده احنا استمعنا كويس للقصة. هيا بنا نقرأ السؤال الأول. السؤال الأول طبعا احنا استمعنا القصة، هنجيب. ذهبت مع أبي وأمي وأختي إلى، طبعا هنا هل هو ذهب إلى المدرسة أم السوق أم الحديقة أم المسجد؟ فهو بالتالي هم ذهبوا إلى السوق، هنا الإجابة هتكون السوق. تمام يا شطار، هذا سؤال. السؤال الثاني، هنا ارسم خطا يمر عبر الاماكن التي مرت بها الاسره، واكمل كتابه اسماء المربعات الفارغه في المخطط حسب ما اراه مناسبا. تمام، احنا هنا هنصغر فقط بس الشاشه هكذا. طب بالتالي طبعا يا شطار، الاسره اول حاجه عملتها ان هم دخلوا المحل او دخلوا السوق. يبقى هنا أول حاجة هنعمل هنعمل مسار من اتجاه إلى السوق أو الدخول، اتجاه الدخول. طيب بعد كده إيه اللي هيحصل؟ هنا طبعا أنا هعمل هنا كده سهم بعد إذنكم، من أول هنا كده إنهم خلاص دخلوا مثلا، من هنا خلاص مشوا كده. تمام، هما ما اشتروش أي حاجة من هنا خالص، فمشوا بالتالي كده كده إلى أن وصلوا إلى الخضروات، وهنا قاموا بشراء بعض الخضروات زي ما سمعنا. وبعد ذلك من الخضروات ذهبوا إلى الألبان، وبعد ذلك ذهبوا إلى المحاسبة، وبعدها طبعا قاموا بالخروج. هذا المسار. أما الكلمات التي يجب أن أكملها، طبعا أنا هنا ممكن أقول مثلا إن هنا قسم الأدوات المدرسية، طيب هنا قسم الأدوات المدرسية، وبالتالي اللي جنبها ممكن تكون مثلا قسم الملابس. بس طيب الملابس، قسم الملابس، تمام. بعد ذلك ممكن يكون القسم الثاني، هنا في منظفات، في أدوات الكهرباء، في هنا المخبوزات،
ممكن يكون هنا قسم الألعاب مثلا، لا في هنا قسم الألعاب، ممكن نكتب قسم البولة مثلا. أو الحلويات، ممكن أيضا قسم الحلويات نكتب الحلويات. أنهينا هذا، نأتي هنا إلى أصل بين العمودين. هنصل طبعا الإجابة بين العمودين. أنا عندي هنا طبعا بعض الكلمات. هل اختارت أمي، ماذا اختارت أمي؟ اختارت الحليب طبعا. اخترنا نحن الخس والبرتقالة والموز والجزر، أما أبي فاختار الجبن، اختار أبي الجبنة. أحلل، كان أبي يمسك ورقة وقلم. لماذا هنا؟ لماذا؟ سؤال مهم جدا. كان الأب يمسك ورقة وقلم لماذا؟ أكيد لأنه يدون بعض قائمة المشتريات، وهو يعني طبعا عشان يبقى مرتب أفكاره فهو كاتبها على ورقة. هنا هنقولها أو هنسميها إنها قائمة المشتريات، قائمة المشتريات، المشتريات. نستفيد من قائمة السوق عندما نحملها معنا، لأنها طبعا توفر وقتنا، مش هنفضل يعني مش هنفكر كتير، لا احنا خلاص احنا مدونين او كاتبين الطلبات اللي احنا عايزينها. توفر الوقت، تمام، هي بتوفر الوقت، وايضا عدم شراء، يعني ان انا مش هشتري حاجة غير ضرورية، يبقى هنا عدم شراء. أشياء غير ضرورية. أصنف الأطعمة الآتية حسب الجدول. نقوم بتصوير الصفحة. طيب هنا أطعمة صحية وأطعمة غير صحية. أكيد يا شطار إحنا عارفين ما هي الأطعمة الصحية، اللي إحنا اللي بتفيد جسمنا بالفيتامينات والمعادن اللازمة. الحليب هل هو أطعمة من الأطعمة الصحية؟ طيب أكيد طبعا من الأطعمة الصحية. طيب المشروبات الغازية، لا ليست من الأطعمة الصحية، هي أطعمة غير صحية، مشروبات غازية. تمام، الأرز، لا طبعا ده كده من الأطعمة الصحية طبعا. الحلوى ليست صحية للأسف. حلوى، اللحم من الأطعمة الصحية طبعا. الشوكولاتة، الشوكولاتة أكيد هي من الأطعمة الغير الصحية وللأسف طبعا. بس نحن صنفنا الآن الأطعمة. أبدي رأيي، أبدي رأيي، صديقك يتناول المشروبات الغازية كل يوم. هذا أمر خاطئ. أنا الآن أريد أن أبدي رأيي وأقول رأيي، ماذا يجب أن أفعل عندما أرى صديقي الذي يأكل أو يتناول شيء غير صحي وبالأخص يوميا؟ بما أنصحه أقول هنا، أقول له
مضرة. أنه يجب أن يحافظ على صحته. وممكن أقول وأذكره بأضرار المشروبات الغازية. طب لماذا؟ لماذا أنا قلت رأيي ده مثلا؟ لأني طبعا نحن نعرف ونعلم ما هي أضرار المشروبات الغازية، تؤذي العظام وهي غير صحية، يبين لأنها تؤذي. العظام